شاركت أبو ظبي الخدمات الصحية الصحة اليوم في هذا الحدث بالعديد من الخدمات عبر توفيرها لأسطول من سيير الإسعاف وكوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة، كذلك عملت على توفير عيادة متنقلة. تسعى شركة أبو ظبي الخدمات الصحية كذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى إبراز أهم الخدمات التكنولوجية التي تستخدمها في منشآتها، وذلك عبر الجناح المخصص لها، حيث ستعمل على إبراز ثلاث خدمات رئيسية، ألا وهي العلاج عن بعد، وتقنية الواقع الافتراضي، وتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد. تحرص شركة أبو ظبي بالخدمات الصحية أيضا على إنجاح جميع الفعاليات في إمارة أبو ظبي، باعتبارها المزود الوحيد لما تمتلكه من شبكة متطورة من المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.